حصلت كلية الزراعة في حماة على تمويل 3 مشاريع من اليو ان دي بي ضمن مشروع قفزة: مشروع تربية النبات والأسماك بنظام الزراعة الإحيومائية، مشروع تدوير البقايا العضوية لاستخدامها كسماد عضوي، وزراعة نبات الجوجوبا ضمن ظروف منطقة السلمية. الزراعة هي الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي، وتحت هذا الهدف نسعى لتخريج مهندسين خريجين جاهزين للانطلاق في سوق العمل. طبعا مشروع التخرج هو خلاصة عمل 5 سنوات تؤهل الطالب للانطلاق بالحقل وسوق العمل أو للانطلاق باتجاه الدراسات العليا. طبعا للمرة الثانية وللسنة الثانية على التوالي تفوز كلية الزراعة في جامعة حماة بتمويل 3 مشاريع من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا المشروع حقيقة مشروع من المشاريع الرائدة والقابلة للتطبيق وذات جدوى جيدة وقابلة للتنفيذ على المستوى الصغير بالنسبة للأسر، فبإمكان هذا المشروع أن نحقق اكتفاء بهالظروف الصعبة اللي تمر فيها البلد من الحصار. بإمكاننا أنه نحقق اكتفاء للأسرة من البروتين الأسماك، وأيضا من النبات اللي هو غذاء مهم. أهم مشروعين أنا كنت مشرف عليهم، هو أول مشروع هو الفيرمي كومبوست، عبارة عن إعادة النباتات النباتية لاستخدامها كسماد عضوي ذو قيمة عالية. المشروع الثاني هو إكسار نبات الجوجوبا أو شجيرة الجوجوبا تحت ظروف منطقة السلمية، والآن إن شاء الله سوف نبدأ بإعداد مشتل لإنتاج الشتول المؤنثة من هذه الشجيرة. أهمية هذا المشروع بتندرج بأهمية اقتصادية، كون بداية الغراس المذكرة نحن نستخدمها بإنتاج العلف، بالإضافة لأنه الغراس المؤنثة بتنتج زيت طبي وصناعي بيدخل بالعديد من الصناعات، منها صناعة المستحضرات الطبية، مستحضرات التجميل، وهذا الشيء بيأمن دخل المزارعين المناطق المدهورة اللي مو بإمكانهم يزرعوا نباتات ثانية بحاجة متطلبات مائية أكبر، كون النبات هذا احتياجاته المائية قليلة، وبلائم مناطق الاستقرار الرابعة والخامسة اللي هي بتعاني من نقص المياه ولا يمكن استثمارها بنباتات أخرى. مشروعنا هو شجرة الجوجوبا، طبعا هو نبات صحراوي منفصلة الجنس. عندك الشجيرات المذكرة هي اللي راح تعطينا الأوراق للأعلاف ذو فائدة عالية، قيمة علفية عالية، والشجيرات المؤنثة هي راح تعطينا الزيت اللي بيدخل في عدة منتجات. مشروعنا إكسار نبات الجوجوبا ضمن ظروف منطقة سلمية، نحن اخترنا النبات لكون المنطقة منطقة صحراوية وبتعاني من الجفاف، والجوجوبا هو أكثر النباتات اللي بتلائم هاي المناطق. مشروع فيه العديد من فوائد اقتصادية وبيئية، بيزيد من إنتاجية الأراضي، بيزيد من عائد وحدة المساحة، بيعمل على زيادة خصوبة التربة، بيحسن من قوامة وبيئة التربة، بيعمل على تقليل المخلفات لأنه الديدان بتتغذى عليها، بالتالي منقلل من تراكمه بالبيئة، منقلل من التلوث، بيعطينا غذاء صحي خالي من الأسمدة الكيميائية، لهيك نحن منقلل من استخدام الأسمدة الكيميائية، وبيقضي على الآفات الموجودة بالتربة. أما الديدان إلى عدة فوائد، يمكن نستخدمها لتغذية الأسماك، ممكن إنه هاي الديدان نسحقها ونضيفها لمطحون علف الدواجن بيزيد من إنتاجيتي. مشروعنا هو إنتاج سماد العضوي، كونه بلدنا بلد زراعي هو بحاجة لمشاريع هي مفيدة للبيئة وللتربة، هو تم اختياره على هذا الأساس. هو طبعا مهم بالنسبة للقطاع الزراعي بسبب استدامته وتحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية. نحن قمنا بتجربة مبدئية لتربية الديدان وإنتاج السماد العضوي، وشاركنا مشروع قفزة، وتم اختيار المشروع لتطبيقه على أرض الواقع ويصبح مدر للدخل. نحن قدمنا جهد ولاقينا النتيجة، فهذا الشيء كتير كبير، هذا الشيء حافز لنا بأنه نحن نستمر. شعور النجاح شعور حلو لما بتلاقي نتيجة جهدك ونتيجة تعبك ونتيجة الشيء اللي قدمته وحصلت على مردود، إن كان يعني هو مردود معنوي لألنا، هذا شيء كتير كبير وشيء كتير مهم لألنا. بظل الظروف الرهنة اللي عم تواجهها البلاد، نحن محتاجين لهيك نظام بيوفر لنا البروتين الحيواني اللي هو الأسماك، بروتين نباتي، طبعا بيوفر المي بنسبة 90% تقريبا. تعتبر هذه الخطوات رائدة على مستوى جامعة حماة في كلية الزراعة بمدينة السلمية، وهي تعد الأولى من نوعها في تطوير طرق الزراعة.